يعني بطبيعة الحال إيران والمحور التابع لها في أزمة، ولا سيما أن وصول دونالد ترامب صعب المشكلة، وما يبدو أن في الولايات المتحدة الأمريكية تتشكل إدارة أمريكية متشددة مع إيران، وليس لن تكون سهلة. لذلك رضخت إيران برأيي وأعطت دفع الحساب بتمرير الاتفاق مع حزب الله في لبنان وفصل الجبهات. لا ننسى أن منذ أشهر التقطت صورة في إيران تجمع المرشد الأعلى الإيراني وجميع فصائل الممانعة في إشارة لوحدة الساحة. اليوم هناك اتفاق للبنان مع حزب الله منفصل، وكأن إيران قبلت ورضخت أن يكون هناك تخلي عن وحدة الساحة، وخاصة أن بشار الأسد في سوريا خرج منه باكرا، واليوم يبدو أن العراق أيضا يعني لديه حسابات أخرى، وبالتالي لم يعد هناك وجود لما يسمى وحدة الساحات. أما بالنسبة للبنان، أي صراع إسرائيلي إيراني هذا شأن إسرائيلي إيراني لا يعني اللبنانيين. ما يعني اللبنانيين أنهم يريدون استقرار طويل المدى، ويريدون إعادة تشكيل السيادة اللبنانية والمؤسسات، لأن لبنان الذي عانى كثيرا من ما يسمى وحدة الساحات، وكان يستخدم كساحة لطوال السنوات في مواجهة أو في إطار الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الإيراني الإسرائيلي. من هذا المنطلق لبنان يعني لديه فرصة أن يدخل استقرار طويل المدى إذا طبق هذا البنود، وإذا يعني التم الالتزام بها من جميع الأطراف، وبالتالي هذه فرصة استثنائية للبنان أخرجته من الحرب الحالية، وربما استمرار بها يعطيه استقرار طويل المدى.